بمنتهى الأمانة الكلام عن محاولات تهريب الآثار يعني ربما بيطرح أسئلة كتيرة جدا عن كيفية استرداد القطع اللي خرجت بالفعل من مصر، وخصوصا الفترة الأخيرة يعني شهدت استعادة عشرات القطع الأثرية اللي ربما هنتعرف أكتر عن آلية استردادها من الدكتور شعبان عبد الجواد مدير إدارة الآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا استاذ مصطفى، على حضرتك والاستاذ هدير وعلى الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني احنا بنعمل ايه علشان نرجع هذه القطع؟ اعتقد ان ده موضوع شيق، ويعني كلنا عايزين نسمع الاليه. هل احنا بنروح المزادات نجيبها؟ هل لو عرضت في احد مثلا صالات العرض في لندن او نيويورك احنا لينا صلاحيه ان احنا نخاطب الحكومه دي علشان نرجعها؟ بنعمل ايه علشان نرجع هذه القطع؟ هو طبعا انا بسمي على كلام حضرتك في المقدمه، وبشكر زميلي وصديقي الاستاذ حمدي همام مدير المنافذ الاثريه، لان احنا دي عمليه متكامله. عمليه الدوله المصريه تولي اهتماما كبيرا جدا بعمليات مكافحه تهريب الاثار وعمليات الاسترداد. ويمكن حضرتك بس تعقيب صغير لما حضرتك قلت العشرات اللي تم استردادها، لا مش هقول المئات، لا هقول الالاف. احنا في الفترة الأخيرة استردينا أكثر من 29,300 قطعة أثرية في الفترة من 2011 وحتى الآن. يكفي إن أقول لحضرتك بس العام الماضي 5,363 قطعة أثرية. فدي أرقام كبيرة جدا، ده اللي دفع كتير من دول العالم ودول الجوار اللي محاولة استنساخ التجربة المصرية في عمليات استرداد الآثار. يعني أنا عندي ده احنا عندنا عربية. تجربة مصرية في يعني ده طبعا عندنا استراتيجية وطنية لاسترداد الآثار، وتجربة مصرية الحمد لله رائدة على مستوى العالم، دفعت دول كتير من دول العالم لمحاولة استنساخ التجربة المصرية. أنا عندي طلبات من دول عربية زي اليمن وزي العراق وزي ليبيا وزي سوريا، ودول كمان زي الصين بتحاول استنساخ التجربة المصرية، ودول الدول الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية، لأنها بتعاني كمان من عمليات استنزاف لآثارها وتاريخها. فالتجربة المصرية الحمد لله تجربة رائدة في هذا المجال. خدنا مجالات كتيرة جدا، طرقنا كل الأبواب زي ما بيقولوا، وما سبناش حاجة بسيطة. طيب صحيح عمليات التهريب كانت قوية وخدت فترة من الزمن، ولكن وقوف الدولة المصرية واستنفار كل الجهات المعنية في مصر لعمليات استرداد الآثار ساعد كتير جدا في عمليات استرداد الآثار. زي ما سيادتك بتقول، احنا من صلاة مزادات بنسترد آثار، من ضبط في المطارات والمواني العالمية بنسترد آثار، من متاحف عالمية بنسترد آثار. طيب دكتور شعبان، احنا كنا عايزين نعرف القوانين المنظمة لآلية التفاوض لاسترداد القطع الأثرية، ويمكن دكتور حمدي كان يتحدث عن القوانين اللي يمكن لسه بتحكم شوية عملية تهريب الآثار وازاي يتعاملوا مع هذه العملية. يمكن بالنسبة للمنافذ الأثرية بيحكمها القانون المصري واتفاقية اليونسكو، لأنها كلها داخل الحدود المصرية، ولكن وانس ان القطع الأثرية خرجت خارج حدود مصر فأصبحت في ذمة قوانين كثيرة جدا، قوانين محلية للدول التي تعرض بها هذه القطع، اتفاقيات أخرى تحكمها، قوانين بتخدم المصالح الشخصية للأفراد في الدول دي. كمان بيتم دفع أموال في تداول القطع الأثرية ما بين الدول، وده اللي بيعمل على وجود عملية صعوبة كبيرة جدا في عمليات استرداد الآثار. وعلشان كده احنا بنحاول بقدر الامكان نمنع التهريب، لان عمليات الاسترداد هي عمليات صعبه جدا وبتستغرق وقت طويل، ولكن الحمد لله عندنا اليات. يعني مثلا احنا بنتعامل داخل مصر بالقوانين اللي بنستخدمها في عمليات الاسترداد. من عندنا اول قانون تم وضعه في مصر سنه 1912 بما يعرف باسم قانون القسمه، واللي كان بيقتسم الاثار ما بين الحكومه المصريه والبعثات الاجنبيه العامله في مصر. ثم صدر قانون سنه 1951 يعني تنظيم عمليات بيع الآثار في مصر، وده كان بيستصدر وجود شهادة تصدير من الحكومة المصرية للقطع الأثرية وخروجها من مصر. ثم قانون 83 وتعديلاته. يمكن احنا في الفترة الأخيرة عدلنا قانون حماية الآثار عشان عمليات الاسترداد في 2010 و2018 و2020، وكل ده كل ما بنلاقي حاجة صعوبة بتقابلنا بنعدل القانون عشان نقدر نسترد القطع الأثرية بتاعتنا. طيب ده في الداخل، في الخارج بقى بنعمل ايه؟ يعني هل انا ليا سلطة
ان انا اخاطب صاله مزادات او السفاره المصريه بره، هل ليها سلطه ان هي تخاطب متحف زي اللوفر، زي متحف في نيويورك، نقدر نقول له هات الحاجات اللي عندك؟ انا بعمل ايه انا كمصر، حكومه مصريه، سفارتنا بتعمل ايه؟ تمام، احنا طبعا بنتعامل من خلال الاداره عندنا بتعمل مونيتورنج او رصد لكل القطع الاثريه اللي موجوده، سواء كانت صالات مزادات او متاحف او تم ضبطها في المطارات. بيتم التواصل مباشره مع وزاره الخارجيه المصريه عبر سفاراتها المصريه الموجوده في الخارج. حلو. وبنتعامل من خلال اتفاقيه اليونسكو، الدول الموقعه على اتفاقيه اليونسكو، وعلى ان القطع الاثريه خرجت من مصر بطريقه غير شرعيه. انا كان عندي طريقه شرعيه بتخرج القطع الاثريه المصريه منها، وانس ان انا لو لقيت اي قطع اثريه في اي مزاد مش معاها الاوراق الثبوتيه اللي بتثبت خروجها من مصر بطريقه شرعيه، معنى ذلك انها خرجت من مصر بطريقه غير شرعيه. ونبدا التعامل من هذا الاساس. طب احنا قابلنا مجموعه من الصعوبات في عمليه ان بعض الدول مش موقعه على اتفاقيات اليونسكو، بعض الدول مش مفعله اتفاقيات اليونسكو. عملنا حاجه مهمه جدا وهي الاتفاقيات الثنائيه. مصر عملت اتفاقيات ثنائيه في عمليات استرداد الاثار مع بلاد المنشأ لقطع أثرية زي الدول أمريكا اللاتينية وبلاد الأسواق. يعني احنا عملنا اتفاقية مع سويسرا وهي بلد ممر وسوق للأثار المصرية. حلو. عملناها في 2010، ومن خلال هذه الاتفاقية والتي تجب القوانين المحلية السويسرية استطعنا استرداد الكثير من القطع الأثرية. عملنا اتفاقية مع إيطاليا واستردنا المجموعة الكبيرة جدا في 2018. عملنا اتفاقية مع أسبانيا واستردنا في العام الماضي 36 قطع أثرية. عملنا مع قبرص، مع اليونان. واضح ان يعني الاتفاقيات دي هي ربما مربط الفرس. اعتقد الحديث بقية في القصة دي، واعتقد ان الكلام ربما سيكون متواصل معنا في صباح الخير مصر حول هذا الأمر. بشكرك دكتور شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار، وما زال الحديث مستمر حول هذا الأمر.